المادة 25. ايوه اللي هي بتاعت بيتكلم على مأمور الضبط القضائي. انا عايز افهم انت ليه بتحط في مأمور الضبط القضائي مراقب ومعاون الامن ومندوب الشرطة؟ مع احترامي الكامل انا كده هبقى ماشي، انا اسف الكلمة مندوب الشرطة يعتبر ده ما مش بقلل من قيمته نهائي، ولكن يعتبر اقل درجة من درجات مأمور الضبط. لهم ثقافة خاصة، لهم تعيين معين. ليه تخليه مأمور ضبط يقدر يوقفك ويستوقفك ويمشي؟ ليه؟ أنا بس حابب أوضح للسادة المشاهدين يا فندم نقطة مهمة. إيه؟ الأستاذ حسام بيتكلم صح، بس في حاجة مهمة جدا. إحنا عندنا ملاحظات تمت على ده كتير. دي رقم واحد. رقم اتنين، عندما جاءت المذكرة من النقابة اللي كناش خلصناه بشكل مطلق كده، اخذ في الاعتبار ولسه مكملين بمذكره النقابه. لا 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 لازم لا بس على فكره الناس. انا شايفه مثلا لازم اوضح ان البند ده بند مهم طبعا. طيب هقول لك حاجه بقى اتخذ فيه كلام. طيب انا استاذن اخويا العزيز طبعا بالمناسبه احنا دي ويكون من مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاص فقط. ماشي. بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال مثلا العمد والمشايخ في القريه، ايضا نظار ووكلاء محطات السكه الحديد الحكوميه. ليه؟ لانها دي معاهم مأمور الضبط القضائي على اساس ان اختصاصهم وعملهم احنا متفاهمين زي مفتش التموين معاهم. ده مش بالمناسبه معاك. بص في اخر الماده دي، واحنا بالمناسبه بغضك اعتراض النقابه احنا واخدين بيه، واحنا في الجلسه خد بالك انت عندك محامين بصفتهم النيابيه. لا انت ماشي طبعا مش مختلف بالمناسبه. تسعى في اللجنه يتبارون في الدفاع والله عن مهنه المحاماه كما لو كانوا مفيدين من نقابه المحاماه. لا مش لا ما هو بيمارس مهنته من خلال واقع الممارسه. بص يا ست العزيز هنا جينا مدير، هنا مديره وضباط وامناء ومساعده ومراقبه ومندوب الشرطه وضباط الصف ومعاون الامن بالقطاع الامن العام بوزاره الداخليه وفي ادارات شعب والبحث. احنا اعترضنا لان الكلام ده كلام. احنا قلنا انا لما بنزل بالضبطيه القضائيه الى ادنى مستوى انا بهنها. صح ايوه مفيش شك بهنها. ايوه احنا اللي اعترضنا. وهيبقى بقى في احتمالات كتير بقى. انا مبلغه ومع ذلك اخر فقره في الماده طبعا مفتشي وزاره السياحه وكذا وكذا وقائد وضباط اداره الهجانه ومش عارف ايه، ويجوز بقرار من وزير العدل، لان الضبطيه القضائيه دي معروفه بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض شغيل الوظائف العامه صفه مأمور الضبط. دي ما فيهاش مشكله، دي بالنسبه لنا ما فيهاش مشكله. زي هيئه الدواء بس دي ما فيش وزي التموين ما فيش مانع ان يتم النظر اليها برضه وتداول فيها. احنا بنتكلم في جزئيه طيب. حدوا قدر المستطاع، ما تتوسعش فيه، ما تتوسعوش. التوسع بيجيب ضرر. عارف يا استاذ حسام كل ما تحول الدايره انا هذكر الدكتور ايمن. في دايره معينه كده عايزين نبعد عنها خالص. انا عايز اذكر الدكتور لسه بنتكلم عليها شويه. انا هذكر الدكتور أيمن بصفة نيابية. فاكر عرض علينا مشروع قانون في الضبطية القضائية المالية الموحد تمام، ورفضناه وشلناه خالص لأنه كان في توسع في المالية الموحد الجديدة. ده مجلس سابقا.